البشر مهتمة ليس فقط بماهية الأشياء، لكن كيف من الممكن أن تكون الأشياء. وبالضرورة أصبحوا مشغولين عبر العصور بكيف تتصل الأشياء ببعضها ولماذا. بدراسة الاحتمالات والاستنباط مما نعرف على ما لا نعرف، عندما نستدل على حتمية موت إنسان لأن حتمية الفناء عامة لكل البشر، هو انتقال من المعروف إلى الممكن. عندما نستدل على احتمالية الأمطار قريبا بسبب تكون الغيوم في السماء، هو انتقال احتمالي من معرفة الماضي للتنبؤ بالمستقبل. هذه الأمثلة وغيرها صور من التفكير العقلاني والاستدلال المنطقي. منذ أن بدأ البشر في محاولة الإجابة على سؤال لماذا، أصبح المنطق هو أول أدوات البحث عن الحقيقة. المنطق هو علم دراسة التفكير، ينشغل علماؤه بالبحث في الطرق، الأدوات والمبادئ للتفريق بين التفكير السليم والأعوج. ومبكرا اكتشف المنطقيين أن في غالب الوقت حقيقة الجدليات تعتمد على العلاقة بين أطروحاتها، وتعتمد على صور أو هيكل الجدلية قبل محتواها. ومن وقتها أصبح المنطق هو دراسة شكل، تركيب وهيكل الحجج العقلانية، السمة اللي جعلت من المنطق آلة بشرية عامة غير محدودة بالزمان، المكان، الثقافة أو اللغة، وجعلت تطبيقه واسع النطاق في كافة المجالات، من القانون، الرياضيات، للعلوم بكافة صورها. قدرة البشر على التفكير بصورة عقلانية آلية مشتركة، وهو الشيء اللي بيميزنا عن باقي الكائنات الحية، على الأقل في حدود معرفتنا العلمية الحالية. دراسة المنطق هي التمرين العقلي لبناء ملكة التفكير السليم، ومهارة اكتشاف التفكير الأعوج والحجج الفاسدة. وبالرغم من أن الفرد قد لا يستخدم قواعد المنطق مباشرة في حياته اليومية، إلا أنها جزء أساسي غير مباشر في كثير، إن لم يكن في كافة قرارات الإنسان اليومية. مثلاً قد تكون قررت أنك تستيقظ من النوم باكر لكي تصل إلى العمل أو الجامعة في ميعادك، فأصبح المنطق في قرار استيقاظك باكراً: لو أردت الوصول في ميعادي لابد أن أستيقظ باكر، أريد الوصول في ميعادي إذن سأستيقظ باكر. الصورة البسيطة دي اللي غالباً ما تمارسها لا إرادياً يطلق عليها علماء المنطق المنطق الاستثنائي modus ponens. من الجائز أنك بتسمع المصطلح للمرة الأولى، لكنك بتقوم بالفعل بهذا النوع من الاستدلال المنطقي يوميا. جوهرية المنطق في حياة الإنسان قد تكون شعرة رفيعة فاصلة بين الحياة والموت في كثير من الأحيان. الاستدلال المنطقي هو ما يمنعك من القفز من النافذة الآن، أو العبور أمام السيارات المسرعة، أو عدم الإمساك بشعلة من النيران. كلها صور من الاستدلال غاية في الحساسية والأهمية يقوم بها الطفل منذ السنوات الأولى في حياته، لإدراكه إنها استدلالات ضرورية لحفظ وجوده. أياً كان تخصصك أو دراستك، قدرتك على صناعة استدلالات واستنباطات جيدة أي استخدام المنطق، ستجعل تجربتك الوجودية أفضل وأقل حيرة ودهشة. المعرفة الإنسانية في مجملها قائمة على المنطق، بداية من الفلسفة، البحث عن حقيقة الله، مروراً بتصميم التجارب العلمية وجمع الأدلة التجريبية، وفهم ودراسة حركة الأسواق المالية، قوانين الدول والعلاقات الدولية، علوم الكمبيوتر والبرمجيات اللي قامت في الأساس على إيد علماء المنطق والرياضيين، وغيرها من مناحي البحث والمعرفة الإنسانية. في رحلة بحثنا هنستعرض أنظمة علم المنطق الرئيسية، الرسمي منها والاحتمالي، صور وأدوات صياغة وتحليل الحجج المنطقية، آليات البحث عن الحقيقة، طبيعة المعاني في اللغة، وآليات التعرف على المغالطات المنطقية. في نهاية الجولة هدفي أنك تكون أصبحت مسلح بصندوق أدوات المنطق وآلياته، وتبدأ في التفكير كمنطقي. ودلوقتي فكر في الاستدلالات والمعرفة اللي بتكتسبها يوميا. هل المنطق آلية جوهرية في عقلك؟ تشكل السر في حفظ بقائك حتى اللحظة؟ هل المنطق سابق على الرياضيات؟ وهل من الممكن أن نؤسس جوهر الرياضيات في قواعد المنطق في يوم ما؟ ما هي معايير تقييم الحجج والجدليات؟ هل هي معايير موضوعية أم نسبية؟ وهل من الممكن تصور عالم بدون منطق؟ فكر تاني.